ايوه يا مي الو انا خالد الليسي، حضرتك مين؟ مع حضرتك اميره ناصف اكزيكتيف مستر نديم فخري. اهلا بيك. هو الباشمهندس كان عاوز يقابل حضرتك النهارده ضروري. النهارده طيب واضح يعني انه عارف ان انا مسافر فعايز يقابلني على وجه السرعه. بس انت عارفه الواحد الفتره دي مشغول جدا وعندي سفريات كتير. طيب انا هبقى عندكم كمان ساعتين. تمام اوكي سلام. انا الحق اروح اغير واروح لهم. الواحد يطلع باي مصلحه من العيله دي. مستر نديم خالد بيه. ميرسي يا أميرة. اقعد يا خلودة. ازيك يا نديم بيه؟ ازيك؟ واحدة اهو من دول. أنا مبسوط يعني بصراحة إن أنا قابلت حضرتك يعني قبل ما أسافر، أنت عارف الواحد بقى عنده مشاكل كتير جدا الفترة دي. أنت مسافر عند عمتك في الزقازيق ولا إيه؟ عمتي مين؟ عمتك عيشة. أخت عمك حسن الليسي محتكر المقاولات في الشرقية. أخت أبوك عبد اللطيف الليسي بتاع السيراميك. واضح إن أمي لبستني أنا من أوله. فندم؟ لا مفيش حاجة. أنت ابن عبد اللطيف ولا لا؟ أو حضرتك تعرفه؟ أعرفه طبعًا وأعرف مراته كمان. أوعى تكون ابن عفاف. لا عفاف دي تبقى مرات أبويا، يعني أمي توفت وأنا صغير وبعدين هو اتجوز عفاف على طول. الله يرحمها، كانت ست عظيمة، لو كانت عايشة كانت حاجات كتير في حياتك اتغيرت. طيب أنا صديق عارف مواعيد ضيقة، فالواحد لازم يلحق يعني يمشي وبعدين. اقعد احنا لسه ما كملناش. بس هنقول ايه؟ يعني احنا هنقول ايه لو يعني واضح حضرتك عارف كل حاجة، حضرتك بتقول لي عمتي وعفاف والشرقية والسيراميك، فيعني واضح حضرتك عارف كل حاجة. هو أنت دمك خفيف. وأكيد ده اللي حبب مريم فيك. مريم؟ الورق اللي قدامك دي فيها عنوان المأذون، هتروح له وهو مرتب كل حاجة، فاضل إمضتك بس. إمضتي؟ هتطلق مريم. طب أحس إن الموضوع كده بقى، حضرتك بيزنس مان وعارف إن الحاجات دي ما تتمش إلا بتمن. أنا أعتبر نفسي ما سمعتش حاجة. عشان أنا لو سمعت أي حاجة من الكلام اللي أنت بتقوله ده يبقى لازم أرد، وأنا لما أرد برد من غير كلام. طبعاً إذنك. على فكرة أنت عندك حق، كل حاجة بتمن، طلاقها قصاد حياتك، وأعتقد إن ده تمن غالي. أستاذة أميرة، أنا بكلمك الفترة الجاية كتير، يعني في مصلحة جديدة عايزك فيها، ها؟ تعمل فيها فلوس، فلوس، يلا، أكلمك بعدين. عبيط ده ولا إيه؟ أهلاً يا مريم، أنت صاحية؟ طب كويس، أنا جايب لك مفاجأة. ورقة طلاقك. طبعا. مبروك.
آكل؟ ميرسي. أنا اتعشيت بره، متشكر جدا. مبروك. تصبح على خير. نعمل ايه يعني تاني غير كده؟ انا لما رحت لنديم فخر ده لقيته جايب السي في العيله عندنا كله، ده عارف امي الله يرحمها وعارف ابويا وعارف عيلتنا كلها، تعمل ايه يعني؟ ده يبقى مريم كده بلح. ونديم يا حبيبي كمان بلح. طب وبعدين؟ ده احنا كده في الضياع يا معلم. في الضياع ايه؟ هو انت كنت في حته تانيه قبل كده غير انك كنت ضايع؟ المشكله فيا انا. انا اللي اختها خليت نقد. استنى استنى. انت قلت اقتل يقتل. انا هقول اقتل يعني احنا منظر واحد يقتل؟ انت بتهيألي الكلام. بعدين انا عشان ورانا معايا ديال. لا انت قلت على فكره، قلت ان اختها كمان معرفش فيه. يوه على اختها دي انا قايل لك 100 مره ما تجيبليش سيره اختها يا سيدي. انا بتنرفز لما بسمع سيرتها. اركب. اختها اختها. خد امسك دي. أهلاً مريم، أنت صاحية؟ طب كويس، أنا جايب لك مفاجأة، ورقة طلاقك. يا مريم، هو أنا ما بوحشكيش كده أبدا؟ طب حتى اسألي علينا يا عم. ما أنتي خلاص كده يا مريم نسيتيني. يا مريم، وانا ما بوحشكيش كده ابدا؟ طب حتى اسالي علينا يا عم. ما انت خلاص كده يا مريم نسيتيني. خير حضرتك؟ في حاجه؟ لا 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 مفيش، شكرا. لو سمحت عايز اقابل باشمهندس. مين حضرتك؟ دكتور حازم. في ميعاد يا فندم؟ الحقيقه مفيش، بس حضرتك قولي له دكتور حازم وهو هيعرف. ولو ما عرفش حضرتك قولي له جوز المدام السابق. نعم؟ حضرتك بس قولي له. طيب بعد اذنك، ممكن رقم تليفونك او البيزنس كارد حتى بتاعتك؟ انا مش هسيب ارقام تليفونات، وهقابله ودلوقتي. طب هو مش موجود؟ لا موجود، وسألت عليه قبل ما اطلع وقالوا لي ان هو هنا. موجود ومشغول. يفضلي، انا مش حد جاي من الشارع ولا جاي اطلب منكم خدمه، انا استاذ جامعه. لو سمحت ما تعليش صوتك. اعلي صوتي واعمل اللي انا عايزه لحد لما يطلع لي.
انا هتصل بالامن. اعملي اللي تعمليه. مين اللي بيزعق هنا؟ ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا يا دكتور. اتفضل. اميره تشوكي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. هما كلمتين يا باشمهندس. من غير ما تتعب نفسك يا دكتور، رنا بنتك ومن حقك تشوفها في اي وقت. عايز تاخدها عندك يوم يومين مية زي ما انت عايز، انما البنت تسيب مامتها وتعيش معاك مش هيحصل. انت بقى اللي هتحدد لي جدول المواعيد اللي هقابلها فيه. تشرف في بيتي في اي لحظه، تخبط على الباب من غير مواعيد يا دكتور. رنا بنتي زي ما هي بنتك. موضوع يعني اصغر بكتير من الازمه اللي معموله دي. الازمه اللي عملتها ملك، ولا هي ما قالتلكش على محضر التحرش اللي خلت الطالبه عندي تعملهولي عشان تسوى سمعتي؟ عموما الطالبه اعترفت بكل حاجه، وانا من حقي اعمل فضيحه. تعمل فضيحه لمين يا دكتور؟ يا ريت حضرتك تقول لها ان اللي حصل ده غلط وما يصحش. أنا في النهاية بقى برضو أبو بنتها وسمعة بنتها من سمعتي. اسمعني كويس يا دكتور، المشاكل الكبيرة تظهر عشان خاطر أنا. أهم حاجة في الحكاية البنت، مش كده ولا إيه؟ يا سيدي اعتبر إن ربنا إداها أبين مش أب واحد. يشرفني ويسعدني تنورني في بيتي قريب ونتكلم في كل حاجة. كمان رنا تكون رجعت وخفت بإذن الله. رجعت منين؟ أنا ما قلتلكش.